شوبينج صار أهين على MTV ضمن برنامجنا شوبينج باي بست سيلر. عم نطلع عليكم يوميا لنعرفكم على أصناف متنوعة ومميزة، وهيك فيكم تصيروا تعملوا شوبينج بطريقة كتير سهلة وواضحة وبأسعار كتير مقبولة. أنتم مرتاحين ما لكم إلا تختاروا وتتصلوا فينا على بست سيلر على 01-44-55-55 وبيوصل الغرض لعندكم من دون أي كلفة توصيل إضافية. أوقات كتير بيكون عنا تياب أو عبالنا نشتري تياب جديدة بس ما عنا محل نحطن. هلأ مع هالخزانة يلي منركبها نحنا بإيدنا بالبيت تنحل هالمشكلة. هالستورج كلوزت طولها 175 سنتيمتر، عرضها 105 وغمقها 75 سنتيمتر. بتساع كتير تياب وغراض، فينا نعلق فيها كتير قمصان ونحط كنزات وشراشف وحرمات وكتير إشياء بدنا نصفها وما عنا محل. هالخزانة بتتقطع على 7 كومبارتيمون، ومثل ما شايفين كل واحد قياسه لتناسب جميع أنواع وأحجام التياب والغراض. والخزانة أكيد بتتسكر وبتحمينا غراضنا من الغبرة والرتوبة. هالستورج كلوزت بتحصلوا عليها ب 40 دولار بس بمجرد الاتصال ببس سيلر على 01-44-55-55 وبتوصل لعندكم من دون أي كلفة إضافية وين ما كنتوا بلبنان. تنشير الغسيل مشكلة، أغلب الأوقات ما منغسل لأنه ما في محل تنشر، وأوقات منضطر نحط منشرين وثلاثة على البلكون وبياخدوا كل المحل. مع هالمنشر بتنحل المشكلة لأنه منشر بثلاث طوابق، 3 لايرز راك فينا ننشر عليه شو ما بدنا من أشياء كبيرة أو صغيرة. هالمنشر مزود بدواليب تنزيحه ونحطه محل ما بدنا، بمساحة كتير صغيرة صار فينا ننشر تياب كتير وصار فينا نغسل كمية التياب يلي بدنا إياها بلا ما نعطل أي هم. هالمنشر ثلاث طوابق فيكن تحصلوا عليه ب 60 دولار بس وين ما كنتوا بلبنان من دون أي كلفة إضافية. ما إلكن إلا تتصلوا ببس سيلر على 01-44-55-55. لكل ستات البيوت يلي بتهمون ريحتهم سوي برو بلس الجديدة هي الحل. هالمكنسة على البطارية ما إلها شريط وما بدها كيس وما بيتعدى وزنها الكيلو الواحد. بتسحب كل شي من الكبير للصغير إن كان على السجاد على البلاط وعلى الباركي. مثل ما شايفين بيجي معها بطارية وشارجر ما قلنا إلا نشارجها ونستعملها لوقت طويل. شوفوا شو هينة على الباركي، بدنا بس نمرقها على الأرض وما في لزوم أبدا نشد. نتركها تمشي لوحدها، والشي المنيح كمان إنه شكلها الجديد تريانكل لحتى نقدر ننظف الزوايا بكتير سهولة. وإذا بدنا مرقة تحت التخت أو الخزاين أو حيالها شي تاني، شوفوا شو براكتيكال منوطيها بهالشكل، وهيك بيصير فيكم تفوتوها وين ما بدكم. وأكيد هذا الشي بينطبق مثل ما قلتلكن على السجاد كما على البلاط. سوي برو بلس بتبرم 360 درجة، يعني بمختصر فيكم ما تعتلوا هم إذا ولدكن وقعوا بسكوي أو كورن فليكس أو حيالها شي تاني. كتير سهلة التنظيف، بدنا بس نكبس هالزرين بهالطريقة منفض الجارور الكبير من الأوساخ. سوي برو بلس مثل ما ذكرت ما بدها كيس وضبة كتير هين، فينا نعلقها على الحيط أو نحطها ورا الباب، يعني ما بتاخد محل أبدا. سوي برو بلس هي ماشين ما منضبها لأنها تستعمل 365 يوم بالسنة. والعرض هلأ مع سوي برو بلس في 3 هدايا، هالفرشاية إذا بدنا نشيل شي على السريع، وهالجارورين التلج يلي بيجوا بشكل مستطيل، فهيك بصير فينا نحط التلج بالقنينة أو بتنكة السودا. سوي برو بلس أكيد مكفولة لمدة سنتين، لا تحصلوا عليها تصلوا على بست سيلر على 01-44-55-55 وبتوصل لعندكم وين ما كنتوا بلبنان ب 46 دولار بس من دون أي كلفة إضافية. إذا كان الإزاز موسخ من برا ومش قادرين ننظفه، أوقات منضطر نطلع على سلم عالي أو نمشي على السطح. الحل هو تشيلو برو الأصلية يلي بتنظف من جوا ومن برا بنفس الوقت. تشيلو برو الأصلية مزودة بمغناطيس كتير قوي يلي بنظف لنا الإزاز قد ما يكون كبير بثواني قليلة من جوا ومن برا بنفس الوقت. الممسحة ميكروفيبر كفيلة بإزالة كل الأوساخ الموجودة بتمسيحها بطريقة سهلة وفعالة. تشيلو برو الأصلية في منها للإزاز العادي ب 34 دولار وللدبل فيتراج ب 60 دولار، والأهم إنه مكفولة لسنتين. تصلوا على بست سيلر على 01-44-55-55 وبتوصل لعندكم وين ما كنتوا بلبنان من دون أي كلفة إضافية. شو
شو اورجانيزر هالشبه الخزانة يلي بتنظم وبترتب الشوز؟ شو اورجانيزر مصنوعة من الكرتون السميك والمقوى يعني ما بتنخزق وبنفس الوقت منا تقيلة بالحمل؟ شو اورجانيزر بتساعد 12 جوز احذية مقسمة مثل ما شايفين لكازيات مرتبة وإلها غطا شفاف هيك فينا نشوف من خلاله وبتسهل علينا انه نختار الشوز يلي بدنا. قياسها مناسب كتير 55 ب60 سنتيمتر وارتفاعها 11 سنتيمتر، يعني فينا نحطها تحت التخت او بارض الخزانة، وفينا حتى نوقفها ونتركها ظاهرة برات الخزانة لأنه حجمها براكتيكال ومرتب، ولأنه حجمها مثل ما قلت براكتيكال فيكن تحطوا 2 أو 3 شو أورجانيزر حد بعضهم ب 26 دولار بتحصلوا عليها، والعرض هلا مع شراء 2 شو أورجانيزر بتحصلوا على الثالثة مجانا. تصلوا على بست سيلر على 01 44 55 55 وبتوصل لعندكم وين ما كنتوا بلبنان من دون أي كلفة إضافية. كلنا منحب ناكل تبولة بس منعطي الهم فرم الخضرة والبقدونس لأنه بياخدوا وقت كتير. مع 60 سكند تبولة انحلت هالمشكلة. هالمكنة بتفرم البقدونس بثواني، ما قلنا إلا نشد الخيط 3 أو 4 مرات، وكل ما نسحب الخيط أكتر كل ما ينفرموا زيادة. ومش بس هيك، ارتحنا من فرم البصل يلي ببكي كل ستات البيوت كمان بثواني وبينفرموا، والأهم كمان إنه ما بقى نعرض إيدينا للسكاكين وما بقى نتلبك بالأدوات الكهربائية التقليدية التقيلة. 60 سكند تبولة بتفرم البندورة من دون ما تغرق بالصوص تبعها، وبتفرم اشياء كتير قاسية مثل مكسرات وحتى جزر بتقطعه لشقف صغيرة من دون اي مجهود باصبع واحد 3-4 مرات وبيجهز كل شيء. 60 سكند تبولة مكفولة لمدة 2 سنين وفيكن تحصلوا عليها ب 32 دولار بس. ومش بس هيك، بيجي معها هالسلات بول هدية. ما لكم الا تتصلوا ببست سيلر على 01 44 55 55 وبيوصلوا لعندكم وين ما كنتوا بلبنان من دون اي كلفة اضافية. هول كانوا الايتمز، شلا يكونوا عجبوكن. ما تنسوا فيكن تتصلوا على بست سيلر على 01 44 55 55 حتى بعد الحلقة. تابعونا دايما على MTV.